وينضم إلينا من العاصمة الهندية نيودلهي موفد التلفزيون المصري علاء رشوان. علاء، بعد التحية، كيف تتداول الأوساط الشعبية والرسمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للهند؟ نعم، أصداء إيجابية بالغاية، لأن زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ارتبطت بالأساس بدعوة رسمية وجهها لسيادته رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لحضور الاحتفالات القومية الوطنية الكبرى بمناسبة عيد الجمهورية، على أن يكون السيد الرئيس هو ضيف الهند أو ضيف هذه الاحتفالات الرئيسية. في سابقة، هي الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات المصرية الهندية، لم يسبق أن تم دعوة رئيس مصري إلى حضور هذه الاحتفالات بصفته ضيف الشرف الرئيسي لهذه الاحتفالات، وهو ما انعكس على حالة الترحيب الشديدة التي لمسناها داخل أوساط الشعبية، خاصة وأن هناك ترحيب بالزيارة قبيل بدء هذه الزيارة. شاهدنا انتشار الأعلام المصرية في كل الشوارع الرئيسية والميادين، صورة السيد الرئيس تزين هذه أيضا الشوارع الرئيسية والميادين، إلى جانب صورة رئيس الوزراء الهندي في لافتات كبيرة كتب عليها مرحبا بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضيفا كريما في الهند. هذه أيضا اللفتات التي تتوالى مع بداية هذه الزيارة حتى الآن، كان آخرها يعني مشاركة السيد الرئيس في دعوة عشاء رسمية وجهها لسيادته رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بقصر رئاسة الوزراء بحيدر آباد، على شرف زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في لفتة لتكريم وتقدير هذه الزيارة سواء على المستوى الرسمي أو على المستوى الشعبي. الشعب الهندي يرى في مصر شريك منذ آلاف السنين، البلدان يتشاركان في امتلاكهما لحضارات عريقة تمتد جذورها إلى آلاف السنوات، حضارات الشرق الأدنى، بالإضافة إلى أيضا نظرة الشعب الهندي إلى الشعب المصري على أنه شعب مسالم، شعب يسعى إلى الاستقرار والتنمية، وهنا تتشابه التجربتان التنمويتان في كل من مصر والهند، خاصة في الثماني سنوات الأخيرة، إذا علمنا أن تولى الحكم ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي، تولى الحكم في عام 2014، وهو نفس العام الذي تولى فيه السيد الرئيس. كلا الرجلان سعيا إلى إطلاق مبادرات إصلاحية وبرامج اقتصادية إصلاحية، تماما كما حدث في مصر، سعى رئيس الوزراء الهندي إلى إطلاق برنامج إصلاحي اقتصادي. فكلا التجربتان المصرية والهندية تتشابهان في الكثير من العوامل المشتركة. كلا البلدان يمتلكان موارد بشرية هائلة وموارد أيضا طبيعية هائلة، من هنا جاءت نظرة التقدير والإعجاب من الشعب الهندي إلى التجربة التنموية المصرية لتشاركها في كثير من المواضع في مع التجربة الهندية التنموية، وأيضا سعي الشعب الهندي إلى يعني اتخاذ واستثمار الموقع الجغرافي الفريد لمصر، انطلاقا إلى الشرق، شرق المتوسط، ومنطقة أيضا جنوب وشمال إفريقيا، لإعادة توطين الصناعات الهندية ومن ثم إعادة تصديرها مرة أخرى إلى هذه الأسواق التي يعني تستحوذ على 1.3 مليار نسمة يستهدفها المنتجات الصينية، ويستهدف أيضا من وراء انطلاق هذه المنتجات عبر البوابة المصرية، يستهدف أيضا إلى دعم وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع مصر، خاصة صحيح. وأن هناك حزم تشجيعية واستثمارية كثيرة أطلقتها الدولة المصرية خلال الثماني سنوات الأخيرة، تضاف إلى أيضا مناطق لوجستية أصبحت جاهزة لاستقبال هذه الاستثمارات في عدد كبير من القطاعات، ربما أبرزها قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة صحيح. وإنتاج الهيدروجين الأخضر، تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، الذكاء الاصطناعي، الزراعة، تحلية المياه، بالإضافة إلى الصناعات الدوائية وأيضا الصناعات الغذائية. التجربتان المصرية إذن هي نقاط تلاقي كثيرة بين مصر والهند في العديد من الاستثمارات. أشكرك شكرا جزيلا علاء رشوان، موفد التلفزيون المصري، كنت معنا مباشرة من نيودلهي.